بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. نختازي من نغود سنت سيرة يود سن نختازي من نغود سنت موتور من العلامات الصغرى على حرض هانت مرة بالله عليكم من ترجى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. من ترجى من ترجى وانتو من ترجى وانذوير من ترجى وان صريح من ترجى وان قيرفاق وخاري من ترجى وان بينسا شويت ماني قوى موانتويري للعلامة الصغرى ذهنت مرة على حر قد روسي قمنزي العلامة الصغرى وشد ذهنت العلامة الكبرى قد دنيا قورت فينا غو مرخبا العلامة الصغرى على حر ذهنت اهتى الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما ان الحديث جبريل الناس أخبرني عن الساعة الناس ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ما كان غذي اسمه وذي سنجي أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها في رواية غير الصحيحين أن تلد الأمة ربها أن تلد تجتم غاز قعدي سنس ويتغيق انت خدانت تجتم غاز قعدي سنس ممي سنغ ذي الجيس وتتوقع وتتحترم خميني غاي مغان هذا سيني قشم ذي موها تذور الأمومة ذوها نشي نزرى ذي يوني تغيت قوذ نحن الجدي ستويث غامزي ذا نهارة نقرب الآية نهار يذور بنادم يتقيم ما استخدمت غاس ومريحة شيء تخيتي تخجس لا انت في ستويني حنجان غالم دراسة انت ذي ثندي ترقو حن مع انه يمسني خستيري معززة مكرمة ذي يوني خس غي سخان واجبون انت ذي غي سخان خويون ولكن موعود رسول الله ونبوءة رسول الله ان تلد الامة ربتها مثضهان غوثضها نعم وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أتفذني تغيق تطسن وعري من ولو وغاسن ولو تغين دي الصحراء وها نهارا لنهن تقل الأبراج لنهن يتطاولون في البنيان يولا حب الأفاضل وانت السنغي لتسننت مرة ولكن اسمعوا من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينبع عن على أن الدنيا لم يبقى منها إلا القليل ما فات منها قد فات نصفها قد ذهب وما بقي منها ذهب من يعذون يعذون من زي سقي من ذي الذهب ويقي من لذروس زي العلامات الصغرى يقر النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ الإمام مالك والصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أقن غذيسني غلاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قزل علامات الساعة الصغرى أذي كنيدان خنيدان دقندر يموت هذا سينيم عليك نشيدان قمشنج نهار يدور بنادم قانس فران يموت قارس يقرهنا يايح يقرهنا يقامليح يتكخي مضران قارس معليك وفي غير قادر وستنسن ما قت مواه جشاه نبوءة الحبيب قد ظهرت نعم ظهرت ما يمي ذا سيقام عليك جغد قندر واتجي وحشيخ سدي مرقك تسيدار بالله إجن الرواية ذي المسند الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم تتم الحديث فيقول يا ليتني مكانه ما به حب للقاء الله عز وجل واتجيخ سدي مرقك تسيدار بالله يخصد ياورز الفتن يخصد ياورز الشهوات يخصد ياورز المنكا غيوسعا وقان غذيس بنادم يسكوذ ونظن يغيم ذراني قارس معليك نشي السيوذن يتكخ ونظن يذقون دري قارس يم عليك الجغ ذقوم شنس ونظن يتساورد كيسي قارش عليك مثخازي معليك الداغ ونظن يتساورد كيسي قارس شميرو مذحرث وذاثينو الشرمكتينو خازي وذاثينو صافي أليست هذه من علامات الساعة؟ نعم أيها الأحبة في الله اسمعوا إلى هذا الحديث من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ورواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة وتقوم القيامة يعني من علامات الساعة الصغرى حتى تظهر الفتن
أرض ظهانت الفتن حتى تظهر الفتن. زيد يا رسول الله ويكثر الكذب. مش حس تصورن ومواجسن الزغنوها. لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. فينا موقعنت ما قعدت رجل وقعنت النبي ننغق من علامة السعادة كثانت الفتن فعلا قينت ذينغ الفتن. إذور بنادمين دا الصلاة ذي طوعنا الفتن ذي جا. إذور بنادمي سعدور وقت الصلاة ذي طوعنا الفتن ذي جا. إذور بنادمي يعيش في فتن تدع الحليم حيران من إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجن قد الفتنة كتمغهنس، إجن قد الفتنة كتاونس، إجن قد الفتنة كبابس، إجن دي الفتنة كذيماس، إجن دي الفتنة كييثماس، إجن دي الفتنة ذي التجارة، إجن تسفيت خس الدنيا وشي تفتن، إجن يفتني في الكواسية، إجن يفتني في المنصب، إجن كور إجن دي الفتنة ذي جا. ظهرت الفتن أنا تخسيش تمضني. ظهرت الفتن المحرمة، الفتن عري وتبرج وفسق وفجور. بل أنا دخسش تنظني نهار الخور ذور ذموضة إذور الزنا الشراب في ليالي رمضان. الزنا بل وجه الزنا بل اللواط أن يعلو الذكر الذكر مثقام شا مقصد سموها مثقام من يتوقع عندي هندين تنوم نغلى. أليس قد ضبط ذكران ثنين يدسن في لواط في نهار رمضان ذي رمضان يعذن وانيتا؟ أليس قد ضبط أناس كما انت حشيش تقن كوكاين سنشرب في نهار رمضان؟ أليس قد ضبط أناس يزنون في نهار رمضان؟ خمي غطرح الحرمة رمضان خمي غيرح الحرمة المسجد فك هذا ذي مزيدة ذي من غنده مزيدة ذي المشاكل ذي مزيدة خمي غطرح الحرمة من الأشهر الحرم قيمشان الفتن كثازي فينا عد. أليست قد ظهرت الفتن؟ زيد من إن النبي صلى الله عليه وسلم إن نغ ويكثر الكذب يخارق مقين غانغ. نعم إذورو النوايس خارق نهار عملة نادرة. إذورو النوايس تقن التجارة سيخارق ذو النوايس خارق نخمغاه النس طاونس ذو النوايس خارق دي الحياة النس. إذور ذنيث إذور عملة نادرة إذور نهار مره نرزق بنادم ذي استيقى قارش تبخيخ فنوش ما استيذت ما استيذت. إذور نهار ونذي جاتيقى أم الدهب أم الديامان دي قارس روح غفران فوقتان دين تروح غاو النظنية قاكم في أنسى السيد الدنيا. سبحان الله يخارق نهذمنا نغر الدرجة ثانيتا. إذور المهندس يسخارق أضبيب يسخارق المحامي يسخارق أبرلمان يسخارق أجزا يسخارق برخوضات يسخارق أنجا يسخارق أحدد يسخارق أكبس يسخارق. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل نهار ذور نضحان تحت علماء ذي الفضائية سخارق خمي غذا في العلماء سخارق من يقيم عاد من يقيم عاد إلا ويا حمسي ضار بيتا سيضار بني ريز زيسن إلا قليل زويا حمسي ضار بيتا سيضار بني ريز زيسن. اللهم آمين. كثر الكذب من يمثل حد خارقا من يمثل حد افتراءات من يمثل حد البهتان. فهذا من علامات الساعة الصغرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تتقارب الأسواق أذ مقرب السواق نهار يدور ما يسمثكي السوق نهار واقيم بوي جن السوق ذي هاي جن السوق ذي نهار تفقد زي السوق تفقد زي السوق باش تفقد السوق تفقد السوق تكذخ السوق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذور انتوور انت مزيدة وين در سواق ذور انتوور انت وذرين در سواق ذور انت الساحات العمومية در سواق ذور انتوور انت المدارس در سواق. تتقارب الأسواق وهذا من علامات الساعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وتغسي ورخص مرارا وتكرارا نهار سيمانة ثتا وشهاكتا عامكتا. ثم أيها الأحبة في الله إذن ظنيا إذ هنخ جهارا نهارا إن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الهرج. من يعني الهرج يا رسول الله؟ إن سيكثر القتل يكثر القتل تذور غسيرا النبي صلى الله عليه وسلم زقمدت وابعث النبي صلى الله عليه وسلم يموت. ثاني دخس المدة الخلافة الرشيدة ثاني دخس العصر العباسي الأموي تجمع ديني يموت مارة ذي ترتقروني إن النبي صلى الله عليه وسلم واتفذا نشتمين يموت دي العراق سوريا ذي مصر. من يموت ذي ترتقرون من يموت ذي ترتقرون
رقان النبي صلى الله عليه وسلم ذرقان نوانس ذرقان نوانس قل لي من يموت دي مصر دي سوريا دي العراق ما يكثر الهرج نعم يذور نهارا ذور نهارا الدماء رخيصة بنذمين قول نظنية أول اثنين ذا سيني قمر ويه بعد ذا خيك دوي 20 سنة ومي قان خيك دوي 20 سنة يعني شنغغ خيك الفقر حبس. لا إله إلا الله أيها الأحبة الأفاضل، هذه علامات صغرى قد ظهرت. أذون داني غشت النظنية. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح والحديث يرويه أبو هريرة قال لا تقوم الساعة وتقوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قواتكم القيامة رغت في ذن بنان تذرين ماشي من دايس انتهو ذرين يوشونها وشي المراحيل. سمقان يوشونها وشي المراحيل تكتان دايس انتهي الزواق إذ نرتغ الصحابة رضوان الله عليهم قرسي الجنس زيسن قيثة داش مرة بدغة يدير قسقف مرة تصغيراني نوض فغنزي ثواث مرة الأغلبية تحي الجم ما تزرمش نقصان أبو بكر ما تزرمش نقصان عمر نغتو في مهندر أبو بكر ذو ندر عمر ذو ندر عثمان ذو ندر علي ذو ندر صهيب ذو ندر حمزة ذو ندر مثو في منظران مثو في مرقصوا مين توفي أحبتي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم إن شدت قبلت قوم القيامة زي العلامات الساعة أتفذيو ذن بنان إيوخمي غبنان يوشونها وشي المراحيل ومقان يوشون أي يكثرون فيها التصاوير والنقوش تفذ بنذ متقار وقوها سوزين مليون نار وقوها إيج نار وق يتنقم سوزين مليون والله الذي لا إله غيره بنذ مغاد قسنا يعذون إن شين قام خصو صالون 16 مليون صالون وها خمي غذا في ذا ممثق هذا الصدقت يا رسول الله خمي غذا في الصالون وها إيه الدات شحازي غذا نقام أرواق سوزين مليون إيه ثوات شحازي غذا نقام إيه الدروج شحازي غذا نقام مش حاذ زوق شحاذ الوشي شحاذ التصاوير شحاذ المنكة شحاذ الآخر. أليست هذه نبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نعم أيها الأحبة في الله واه واه إنا نغرب سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا ماشي إنا نغو أحسن كما أحسن الله إليك. إنا نغ النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سعادة الدنيا من بينها البيت الواسع ماشي واتيري بطغيث إذن بنان تذرين تغسطها 500 مليون يتبلعيتو شيء قوى يتبلعيتو شيء قوى ونظنيتك تعيش تخربحها ونظنيتك تعيش تذير خراء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرد درجة ثانية تصدقت يا رسول الله أقن غذيس لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعتبرون العلامات الصغرى على حرضها أنت مرة على حرضها أنت مرة يقيم إلا ما باقي إلا النزر القليل. أحبتي في الله من السوجد من سوجد شمي زغان قصيدة ربيع من سوجد شمي زغان حكي قصيدة ربيع.